السلام عليكم، معكم طيب الحيان 18 سنه، منخرط في جمعيه منتدى المبادرات الشبابيه ومنشط في اذاعه ابراز. حنا اليوم في اطار مشروع شباب الضفتين اللي خدمنا فيه اناتولي كومون رياليزي ان روبورتاج. في البدايه درنا واحد الجلسه بيناتنا ناقشنا فيها مواضيع كتعلق بالمحيط اللي كبرنا فيه، سا دي بون انتوراج وتلوين. هذا الروبورتاج نتعرفوا اكثر على المواهب والطاقات الشبابيه بتلوين. باش نتعرفوا اكثر على هذا الموضوع امشيو للشارع ونسولوا الناس حول الآراء ديالهم على هذا الموضوع. يلا معنا. أخت سكينة، مرحبا بك. الله يبارك فيك، ربي يخليك، شكرا. الأخت سكينة، شنو بان لك في المواهب ديال تلوين؟ اولا بحكم انني هنايا مستقره في تلوين، كنلعب مع فريق اطلس تلوين، كيبان لي بلي تلوين من المدن، يعني واخا هي صغيره الا انها مشحونه بمجموعه من المواهب. هاد المواهب مختلفه في جميع المجالات، كاينه الموسيقى، كاينه الرياضه، كاينه الرسم، وعندهم ما يعطيو وعندهم ما يقولوا، ومعروفين تقريبا في السوشيال ميديا. الاغلبيه عندهم دي باج، الاغلبيه عندهم شين يوتيوب، تبارك الله عليهم والله يوفقهم. شكرا. Audio Jungle. Séquence 1 sur 1 et 2, troisième prise.